Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ka drush aaiye milke apne kareema ka sallallahu taala alaihi wasallam ki bargah mein hamesha ki tarah durood o salam pesh karte hain aur apne din ki ibtida آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی الحبیب مولانا محمد. دعوة إبراهيم وإشارة موسى وترنيمة داود وبشارة عيسى ورؤيا أمه التي رأت صلاة تزيدنا بها معرفة بالملك والملكوت وتفتح لنا بها أبواب المناجات والابتهال والقنوت وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.